في إطار توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية، صرح وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن بدء الوزارة اليوم بتوزيع وحدات مشروع اللوز الإسكاني على المواطنين والمستفيدين. وتابع وزير الإسكان أن عملية توزيع مشروع اللوزي ستستمر على دفعات متتالية يوميا حتى نهاية الأسبوع المقبل لاستيعاب أعداد المستفيدين بصورة منتظمة، موضحا أن توزيع هذا المشروع يمثل شهادة نجاح لمسار الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد أحد المشاريع التي شملتها اتفاقية تنفيذ شركة نسيج لمشاريع السكن الاجتماعي على الأراضي الحكومية إلى جانب مشروع مدين بالمدينة سلمان. وأكد المهندس باسم الحمر أن وصول نسب الإنجاز بمشروع اللوزي الإسكاني إلى مراحل متقدمة للغاية والشروع في توزيع وحداته يشجع على تطوير العمل في هذا الاتجاه والدفع لمزيد من التعاون مع شركات القطاع الخاص. وأشار الوزير إلى أن مشروع اللوزي الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25,000 وحدة سكنية قبل نهاية عام 2018 وفقا للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الواردة في برنامج عمل الحكومة والمنبثق عن التوجه الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية. وقال إن ما يضاعف من أهمية توزيع هذا المشروع أنه يمثل خطوة متقدمة في المحور الآخر لبرنامج عمل الحكومة المتعلق بتعزيز وتفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أنه للمرة الأولى يتم توزيع وحدات مشروع تم تنفيذه من قبل القطاع الخاص، الأمر الذي يمثل نقلة حقيقية في ملف السكن الاجتماعي بالمملكة. استكمالا للخمس آلاف وحدة سكنية اللي أمر فيها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد، اليوم وزارة الإسكان استقبلت المواطنين المرشحين لمشروع اللوزي الإسكاني، ومؤمل أن تستمر التوزيع إلى الأسبوع القادم على دفعات. مشروع اللوزي الإسكاني طبعا هو استكمال لمشروع مدينة سلمان من ناحية العمل مع القطاع الخاص، وهني تكمن أهميته، وأيضا تكمن أهميته كون من برنامج عمل الحكومة 25,000 وحدة سكنية